السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. شوف مصطفى، كنت عايز من حضرتك نصيحة بس كده عن أولادي. ما شأن أولادك؟ والله يا شيخنا أنا بس بموضوع التعليم، إن أنا أبعثهم للمدارس وكده، يعني كنت بفكر إن هم يتعلموا العلم الشرعي زي ما اتعلم الإمام أحمد والبخاري وكده، بالطريقة اللي هي الشرعية، يتعلموا كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومشغلوش دماغهم بأي حاجة غير بالحاجتين دول بس، وأعلمهم صنعة تانية جنب كده، بحيث إن هم يقدروا يقتطوا بيها يعني ويعيشوا بيها في حياتهم، ويبقى طالعين بيتعلموا دينهم وبيتعلموا الصنعة دي يتقنوها، بحيث إن هم يعرفوا يصرفوا بيها على نفسهم وخلاص. فهل حضرتك رأيك إيه في كده؟ إنك الأولاد كم أعمارهم الآن؟ والله انا الحمد لله لسه اولادي، يعني واحد عنده 2 سنين واحد عنده 6. لا انت بتسال سؤال سابق لاوانه، لما يكبر شويه تعرف انت الدنيا ماشيه ازاي. لا السؤال سابق لاوانه، الله يحفظك. لا انا عايز راي حضرتك يعني العموم. هو طبعا كنا نتعلم كتاب ربنا وسنه نبينا افضل علوم، لكن ما يمنع اننا ناخذ من دنيانا ما يساعدنا على امر ديننا، وما يساعدنا على معرفه امور الدنيا كيف تسير. يعني إذا كنت قويا في دينك ودنياك أحسن ما تكون جاهل بأمور الدنيا.